خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لمسلسلات رمضان، وأول حلقة ابتدت امبارح وكان فيها أحداث كتير مهمة شدت الجمهور من أول يوم، خصوصا المسلسلات الوطنية اللي الناس بقت بتفضل تستناها من رمضان لرمضان، بتقدم لنا تفاصيل وسرد لأحداث حقيقية حصلت فعلا وقرارات مصيرية أنقذت الدولة المصرية. امبارح شهدت الحلقات الأولى من مسلسلات دراما رمضان أحداث مشوقة واستثنائية، وده ظهر مع أول حلقة من ملحمة مسلسل لاختيار الجزء الثالث اللي انطلق عرضه من خلال أفان تتر بمقدمة قبل ما يتعرض تتر العمل. المشهد داخل حزب الحرية والعدالة وجواه المرشد محمد بديع اللي بيجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وخيرة الشاطر خالد الصاوي، وناس تانية بتتابع مشهد المتظاهرين في التحرير والمؤيدين للإخوان في ميدان ربعة. وبتتنقل الصورة بين مظاهرات ميدان التحرير والاعتصامات في ربعة، مع مشاهد من المظاهرات في اسكندرية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية اللي بتطالب بإسقاط حكم الإخوان. وفي نفس الوقت بتجتمع الفصائل السياسية والدينية المختلفة، وبيظهر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيجسد دوره الفنان ياسر جلال لاتخاذ القرار المصيري. شهدت كمان الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار ثلاث تفاصيل: خروج الشعب على حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو، وإزاي خطط خيرة الشاطر ومحمد البلتاجي لإخوانة جهاز الشرطة المصرية وتفكيكه من خلال ميليشيات مسلحة. الحلقة الأولى كمان تناولت إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعامله مع أبناء منطقته في حي الجمالية. تعرف عجازي، زمان في الجمالية كان في يوم لازم أهل الحتة يتجمعوا فيه ويفطروا مع بعض. أبويا كان ياخدني أنا وإخواتي وننزل نفطر معاهم. كنت بستنى اليوم ده من السنة للسنة. أما أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير قوي ستة، فشهدت معاناة الكبير قوي أحمد مكي من تربية أولاده اللي اسمهم العترة وجوني، وبيحاول الكبير يكون أب مسؤول لكنه في الآخر ما بيقدرش على مسؤوليتهم، وبيطلب من فزاع يدور له على مربية علشان تساعده في تربية أولاده، لكن بيفكروا إن العترة وجوني أشقية جداً وإن في أكتر من مربية جت وسابتهم بسبب المقالب اللي عملوها. أبيع جراطين وأجيب لكم برجر، ما برجر شيء. لا يا بوي، ما يرضناش تعمل في روحك كده. صح صح، قسم من بالله وأنت أبوك صح. بيع جراط واحد. كمان بدأت الحلقة الأولى من مسلسل في بيتنا رابط 2 بكابوس حلم بيه يوسف اللي بيقوم بدوره هشام جمال، وده لأنه حلم باختفاء زومبا اللي بتقوم بدورها شيماء سيف، ولذيذ اللي بيقوم بدوره عمرو وهبة، وبيصحى من النوم مفزوع وبيلاقي لذيذ قدامه وبيطمن عليه. بعدها بيروح لزوجته سارة ليلى أحمد ساهر، وفجأة سارة بتجري بسرعة على الحمام بسبب وجع في بطنها، ولما استفسر يوسف عن السبب لذيذ قال له إنها كلت كبدة مسمومة بالليل. وطعمها إيه بقى ثمرة المستفندي دي؟ فراولة؟ قول آس. لا جميلة، ازرعي منها كتير بقى، ده احنا ممكن نصدر منها، دي مش موجودة في حتة. وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم ظهور الفنانة هالة صدقي واللي بتجسد شخصية ميسون رئيسة فاتن في الشهر العقاري. وتواجدت فاتن في بيت ميسون مع بعض أصدقائها في الشغل، وكانت مستنية حضور سيف علشان الطلاق يتم بينهم وبين بعض. مش طلبت الطلاق وخدتيه؟ اشربي بقى. شربته وحطيت عليه ليمون بالنعناع. كمان بدأت أحداث مسلسل دايماً عامر للنجم مصطفى شعبان والنجمة لبلبة اللي بتجسد شخصية مس زهرة أنديل، وتتوجه لمدرسة رؤية الخاصة اللي بتعم فيها الفوضى والعشوائية، ولكن بمجرد دخولها بتنضبط المدرسة من خلال طابور الصباح. الشخص اللي قدر في كتبه وأبحاثه إنه يغير مفهوم التربية الحديثة الدكتور عامر عبد الرازق. دكتور الإدارة التربوية بالجامعة الأمريكية. وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج بتقديم المخرج سامح عبد العزيز الشخصيات والعلاقات بينها، وكان أول مشهد ليارا أو ريهام حجاج بملابس ضباط الملاحة في مركب في عرض البحر مع كريم قاسم، وبيكشف المشهد قوة العلاقة اللي بتجمع بينهم بالإضافة لصلة قرابتهم. إيه في إيه؟ شفتي عفريت؟ خضتني بجد يا ابني. أنا زعلان منك جدا. بقى أنا تعملي لي بلوك يا ندلة؟ أنا ما عملتلكش بلوك، أنا غيرت رقم تليفوني أساسا.
وظهرت المشاهد الأولى من مسلسل المشوار اللي بيقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وبتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني. والثنائي مش قادر يعيش بصورة طبيعية بسبب إنهم عايشين مع الخالة صفية، وبسبب ضيق الحال بتجبرهم الظروف إنهم يستمروا في نفس البيت. ماهر ماهر يا خالت، أنا بس بغير الأنبوبة منفسة. اتعرضت كمان امبارح الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا اللي بيقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، وبيشاركوا البطولة عدد من النجوم زي عمرو عبد الجليل وآيتن عامر وهنادي مهنا. تضمنت الحلقة أحداث كتير عن شخصية مدرس الموسيقى جلال إحسان الشهير بجلجل اللي بيقدمها طبعاً أكرم حسني، وبيتقدم جلجل للمشاركة في برنامج المسابقات الشهير الدوم. بصي، احنا اتعلمناها زمان، القاية يعني تيمبو، معروفة تيمبو، تيكي توك تيكي توك. هو حميد الشاعري، انا بقول لك يا حميد الشاعري، هو انت لما غنيت جلجلي جلجله الناس استقبلتك ازاي؟ يعني تفاصيل كتيرة في المسلسلات الدراما الرمضانية تحديدا، اكيد هنتابع اكتر واكتر من خلال الايام اللي جاية.